تستمد فيينا مياهها الوفيرة من قلب جبال الألب في منطقة محمية ذات طبيعة خلابة. فيينا محظوظة كمدينة تضم الملايين. أولا لدينا ما يكفي من المياه، وثانيا هي مياه عالية الجودة، إنها مياه جبال الألب، وثالثا هذا الأمر يشكل ضمانا في وقت الأزمات. نظام الري الذي تم التخطيط له وبناؤه على مدى 150 عاما يضمن أن يكون لفيينا دائما ما يكفي من المياه بأفضل جودة رغم أزمة المناخ وواقع أن المدينة تشهد نموا متواصلا. ويستهلك كل من سكان العاصمة النمساوية 130 لترا من المياه الجارية في اليوم في مقابل أقل من 30 سنتا بالمقارنة مع 45 سنتا في باريس على سبيل المثال. الأمر الجيد هو أن إمدادات المياه في فيينا ليست مهددة بأزمة المناخ، إنها مقاومة تماما للأزمات، وهذا يتعلق بحقيقة أن المياه تأتي إلى فيينا من الجبال، من جبال الألب. ثمة ما يكفي من المياه في محمية الينابيع، وهي ضخمة وفيها عدد كبير من الينابيع، وسيبقى الأمر على هذا النحو حتى لو كان الجو أكثر سخونة. وتمكن وفرة المياه من إقامة نوافير وسبل مياه وملء أحواض السباحة وتأمين أنظمة الري الآلي للحدائق، مع الحد من استخدام عبوات المياه البلاستيكية. هذا ما جعل فيينا تتصدر مرات عدة تصنيفات أفضل مدن العالم من حيث جودة الحياة فيها.